أهلا بكم مشاهدين الكرام في هذه النشرة الإخبارية، والبداية بالعناوين. الرئيس الأمريكي جو بايدن يعلن عن مقتل زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي أيمن الظواهري بغارة جوية. المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن تدعو الأطراف لتمديد الهدنة لستة أشهر إضافية. ومنظمة مراسلون بلا حدود تطالب بالإفراج الفوري عن الصحفيين المختطفين في سجون الميليشيات الحوثية. إذن كانت تلك أبرز العناوين، إليكم النشرة بالتفصيل. حيث أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن مقتل أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي في غارة نفذتها طائرة أمريكية مسيرة يوم السبت الماضي في أفغانستان. وتولى أيمن الظواهري قيادة التنظيم الإرهابي في أعقاب مقتل أسامة بن لادن. عملية أمريكية نوعية تغتال الاسم الثاني في تنظيم القاعدة الإرهابي. إنه أيمن محمد ربيع الظواهري ابن المعادي الضاحية الراقية من القاهرة، من مواليد عام 51 900 وألف، حفيد شيخ أزهري ونجل لخبير عقاقير من عائلة ميسورة. اختطف الفكر الإخواني مراهقته، ومن هنا كانت بداية تكوين شخصيته الإرهابية. كان يقرأ كثيرا لزعيم التنظيم الروحي السيد قطب. سجن في سبعينيات القرن الماضي، وبعد إطلاق سراحه ذهب الجهادي الجراح إلى باكستان طبيبا في الهلال الأحمر أيام الحرب السوفيتية. ومن هنا كان الطبيب الاسم المستعار له في تنظيم القاعدة الإرهابية. فيما بعد تولى الظواهري قيادة تنظيم الجهاد الإسلامي في مصر، وكان شخصية محورية فيما عرف بمشروع قيام الخلافة الإسلامية، وقتل خلال تلك الحملة أكثر من 1000 مصري. وشنت السلطات المصرية حملة على الجهاد الإسلامي بعد محاولة اغتيال الرئيس حسني مبارك في يونيو عام 95 في أديس أبابا، ورد الظواهري بإصدار أمر بشن هجوم عام 95 على السفارة المصرية في إسلام أباد. تعرف الظواهري على بن لادن رغم الاختلاف بين الشخصيتين حسب الكثيرين. حاول الظواهري ترميم القاعدة بعد مقتل زعيمها بن لادن من خلال التنسيق بين فروعها في المغرب الإسلامي واليمن والعراق، غير أن ظاهرة الربيع العربي وميلاد داعش وغيرها فت من عضده وحال دون ذلك. ترحيب عربي ودولي بمقتل الظواهري. تنظيم القاعدة في اليمن سيتأثر كغيره من أجنحة التنظيم في مختلف أنحاء العالم بمقتل الظواهري، الذي يشكل ضربة قوية خصوصا في ظل غياب مرجعية جامعة للتنظيم منذ مقتل زعيمه بن لادن. هي إذن رسائل من القوى الدولية لكل التنظيمات الإرهابية باختلاف أسمائها وفكرها، أنها مهما تفننت في التمويه والاختفاء تظل دائما في دائرة القنص وفي أي لحظة. إلى ذلك، رحبت الحكومة اليمنية بإعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن عن استهداف ومقتل زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي أيمن الظواهري. وقالت وزارة الخارجية في بيان إن تنظيم القاعدة الإرهابي مثل وما زال يمثل تهديدا قويا لليمن وللعالم، وتسبب هذا التنظيم بقيادة الإرهابي الظواهري في تنفيذ العديد من العمليات الإرهابية في اليمن. وجددت الحكومة التزامها بمكافحة الإرهاب والعمل على زيادة التنسيق والتعاون الدولي وبما يخدم تعزيز المؤسسات الوطنية المعنية بمكافحة الإرهاب لاستئصال كافة التنظيمات الإرهابية والقضاء عليها. عقد مجلس القيادة الرئاسي برئاسة الدكتور رشاد العليم اجتماعا وصل فيه مناقشة أولويات الإصلاحات الإدارية والمؤسسية والخدمية في البلاد. وفي بداية الاجتماع استمع المجلس من وزير الخارجية الدكتور أحمد بن مبارك إلى مسجدات الاتصالات الأممية والدولية الرامية إلى تمديد الهدنة الإنسانية وإلزام الميليشيات الحوثية بتنفيذ تعهداتها ذات الصلة. كما اطلع المجلس على تقارير حول الأوضاع في محافظة شبوة وعدد من المحافظات.
استشهد جندي في القوات المشتركة برصاص ميليشيات الحوثي ضمن سلسلة خروقات جديدة للهدنة بلغت 68 خرقا خلال 48 ساعة الماضية في جبهة الساحل الغربي. وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة أن وحدات الرصد وثقت أكثر من 41 خرقا جديدا في محور حيز جنوب الحديدة، استخدمت خلالها الميليشيات الحوثية سلاح المدفعية ومختلف الأسلحة الرشاشة والمعدلات والسلاح القناصة. إلى ذلك، دعا العديد من المنظمات الإنسانية والدولية العاملة في اليمن الأطراف إلى تمديد الهدنة التي من المقرر أن تنتهي يوم الثلاثاء، مؤكدة أن عدد الضحايا المدنيين تراجع بشكل ملحوظ منذ بدء الهدنة في إبريل الماضي. تنتهي اليوم الهدنة الإنسانية والتي رعتها الأمم المتحدة بمرحلتها الأولى والثانية، حيث يبذل مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس جروندبيرغ جهودا مكثفة لتمديدها، ولكن حتى هذه اللحظة لم يتضح بعد موقف الميليشيات الإرهابية والحكومة من موقف تمديد الهدنة. وبين هذه وتلك، ورغم كل تلك الخروقات الإنسانية للميليشيات الحوثية، لاحظنا تراجعا بشكل ملحوظ بأعداد الضحايا منذ بدء الهدنة في أبريل الماضي، ما دعا أكثر من 30 منظمة إنسانية ودولية على دعوة لتمديد الهدنة. وأما من جانب آخر، تحدثت إحدى المصادر الحقوقية التي وثقت من 2 أبريل وحتى اليوم، أي خلال فترة الهدنة، سقوط 168 ضحية من المدنيين نتيجة ألغام الميليشيات والمقذوفات من مخلفات الحرب من مناطق واسعة من اليمن. وتصدرت محافظة الحديدة قائمة الضحايا ب 69 ضحية مدنية، تلتها محافظة تعز ب 26 ضحية، وتوزعت باقي الضحايا في محافظات حجة والبيضاء، صعدة والجوف، مارب لحج، وفي مديرية نهم بصنعاء. جدير بالذكر أن الهدنة الإنسانية التي أعلن عنها في أبريل الماضي انطلقت بشروط وأجندة عريضة لم تلتزم بها الميليشيات الحوثية، وسطرت من خلالها الأخيرة جرائم حرب وخروقات ملطخة بدماء الأبرياء. فطيرانها المسير وألغامها وصواريخها الموقعة بالختم الإيراني كانت متصدرة المشهد الإرهابي بجدارة، وفوق رؤوس وبيوت المدنيين حلقت مسيرتها وقتلت ودمرت المئات. أما عن النازحين والهاربين من كل هذه الجرائم فبيوتهم وممتلكاتهم خلال مدة الهدنة المتروكة خلفهم هي الشاهد على وحشيات الميليشيات بأدواتها التخريبية وخيامهم التي نصبت في مواقع نائية، ظنا منهم أنهم نازحين عن الموت كانت تقول بأن لا هدنة يتحدث عنها الحوثي ولا سلم يتقنه، فالعبثية والموت هو النهج الباقي عليه. ويبقى السؤال الدائر، هل ستنجح جهود المبعوث الأممي في تمديد إضافي للهدنة المرجوة من قبلهم؟ وبالعودة مشاهدينا لمناقشة مقتل زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي أيمن الظواهري، ينضم إلينا عبر الزوم من دبي محمد القلاب، وهو صحفي ومحلل سياسي. أستاذ محمد، أهلا وسهلا بك معنا في قناة الغدر المشرق. في البداية، هذه العملية التي استهدفت زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي أيمن الظواهري، برأيك كيف ستؤثر أو كيف سيؤثر مقتل الظواهري على التنظيم الإرهابي في اليمن؟ طبعا في البداية، مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري له سيترك تأثيرات كبيرة، سواء كانت على التنظيم أو سواء كانت على المنطقة. يعني نتحدث الآن عن أفغانستان، ويعني الآن كما تعلم بأن يعني حكومة طالبان هي التي تستلم زمام الأمور. يعني هنالك يعني علامات استفهام كثيرة على مقتله، ويعني المكان الذي قتلت يعني فيه في داخل العاصمة الأفغانية، ويعني أيضا كما أفاد وأوضح الرئيس الأمريكي جو بايدن. طبعا بطبيعة الحال مقتل الظواهري في الحقيقة لم تكن تنتظر جميع أفرع تنظيم القاعدة هذا الخبر في ظل الظروف التي يمر فيها التنظيم حاليا. يعني كما نشهد بأن المركزية لدى التنظيم
باتت غير قادرة على ضبط الجميع على الأفرع، وأصبحت الإدارة توكل لكل قائد في يعني بحسب المنطقة المتواجد فيها. نوعا ما نجد تمرد كان موجود عند خالد بطرفي في اليمن منطقة جزيرة العرب، فيعني وأيضا هناك أفرع تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي، فيعني في جميع المناطق هناك تمرد. هناك كانت حالة يعني يبحثون عن وضع أفضل يستطيعون من خلاله يعني تنفيذ قراراتهم ويعني بسط نفوذهم. طيب هناك مخاوف أستاذ محمد القلاب من ردود فعل لهذا التنظيم الإرهابي ربما بتنفيذ أعمال إرهابية في المغرب العربي أو ربما في مصر وبالتحديد ربما في اليمن، لما يمثل هذا التنظيم من تفريخ كبير ويعني بروز عناصر إرهابية كبيرة في اليمن بالتحديد، هل تؤيد هذا الموضوع؟ يعني من وجهة نظر الخاصة أنا لا أعتقد بأن تنظيم القاعدة منذ مقتل أسامة بن لادن يعني أن يكون نفذ عمليات دعنا نقول نوعية ويعني ملحوظة، يعني كلها نشاطات تكون فردية كما حصل باستهداف المستشفى في اليمن. يعني 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 نعم هناك ضحايا، ولكن يعني قد تكون مقارنة مع أحداث 11 سبتمبر ومقارنة مع التفجيرات في أوقات سابقة التي استهدفت السفارات في أفريقيا وفي عدة دول أخرى. يعني أنا يعني حقيقة أقلل من قدرة التنظيم على تنفيذ دعنا نقول هجمات منسقة، هجمات مدروسة تستهدف أماكن حيوية، خصوصا في ظل الوضع الراهن ونحن نتحدث عن مقتل الزعيم الرمزي. حقيقة هو يعني مجرد رمز وليس قائد قادر على تحريك، كان يعني تحريك الحجارة على الأرض كما هو يعني مطلوب من أي قائد لتنظيم إرهابي. يعني فباعتقادي أن هناك حالة من الفوضى ستضرب أفرع التنظيم. قد تسألني يعني لماذا يعني حالة الفوضى؟ طبعا هناك سيكون صراع على تولي قيادة التنظيم عالميا، يعني هناك أسماء مرشحة، وأنا علما بأنني يعني أذهب مع الأسماء المرشحة وأولهم سيف العدل، إلا أنني في الحقيقة أقلل أيضا من تسلم سيف العدل لزمام الأمور. يعني أنت تتحدث عن رجل طاعن في السن، يعني الآن هو كبير، لا نتحدث عن أبو الخير المصري وأبو طيب. محمد المصري. طيب أستاذ محمد، الناس تتساءل كثيرا بالذات في اليمن، يعني هل هناك تنسيق ما بين تنظيم القاعدة الإرهابي الفرع الذي موجود في اليمن بالفرع الرئيسي في أفغانستان؟ كونك ذكرت أن خالد بطرفي زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن هناك كان لديه حالة تمرد، ومن أين يجد هذا التنظيم الإرهابي في اليمن كل هذا الدعم برأيك؟ طبعا فرع التنظيم في اليمن وبعد يعني أفول نجمه بعد مقتل بعض القيادات، عدة قيادات مثل ناصر الوحيشي ومثل أنور العولقي ومثل قاسم الريمي، يعني تلك القيادات كان لها مشاركات في أفغانستان ومشاركات كثيرة وتربطها علاقات مباشرة مع تنظيم القاعدة، يعني وهم أكفأ من حيث التنظيم مقارنة مع خالد بطرفي. خالد بطرفي يعني راح لأمور كثيرة دفعت بكثير من القيادات الصف الثاني والجنود أيضا ومن يحاولون دعنا نقول الزج به في صفوفهم، يعني دفعهم إلى الهروب من خلال حملات التشكيك وحملات الاختيال يعني غير المستندة على وثائق، وذلك الأمر ذاع صيته خلال العامين الماضيين. يعني خالد بطرفي باعتقادي الآن تسألني أنت كيف يستطيع إيجاد القدرة المادية والتمويل
لتنظيمه. أخي العزيز، يعني عندما ننظر الآن إلى تقاطع المصالح وسيطرة تنظيم القاعدة على بعض المناطق، ودعنا نتحدث لو كانت حتى خطوط عرضية أو أفقية في بعض المناطق وكر وفر، ولكنها متناسقة بحيث أن الحوثي يتطلب أحيانا الدعم اللوجستي الذي يحصل عليه والأسلحة أن تمر بمناطق تحت سيطرة تنظيم القاعدة. تنظيم القاعدة يقوم بأخذ نصيبه من تلك الشحنات. جميل. طيب، هذا السؤال بالتحديد أستاذ محمد، دامك ذكرت الحوثيين، كيف ترى التخادم الحوثي وتنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن، كونهم يعني بين فترة وأخرى يتم القبض على عناصر حوثية في الساحل الغربي، هي كانت من ضمن عناصر متورطة مع تنظيم القاعدة الإرهابي، هل ترى أن التخادم بين هؤلاء التنظيمين كبير جدا يعني في العمليات في الإرهابية، ودعنا نقول في الاستراتيجيات والتخابر فيما بينهم؟ من الطبيعي جدا أن يكون هناك تواصل كبير بين جماعة الحوثي وبين تنظيم القاعدة وقيادات تنظيم القاعدة، سواء كانوا من الصف الأول أو الثاني أو الثالث وحتى على مستوى الأفراد. يعني نحن الآن عندما نتحدث عن إلقاء القبض على مخبر حوثي كان له خلفية قتالية مع تنظيم القاعدة، يعني باعتقادي ذلك الأمر يسلط الضوء على أن العناصر والأفراد هم في الحقيقة يعني أشخاص مغرر بهم، يعني يتوجهون نحو التنظيم، نحو الجهة التي تدفع لهم أكثر. هذه الأمور من أكثر النقاط الحساسة التي ضربت ونخرت في جسم تنظيم القاعدة وباقية التنظيمات. يعني الجميع يبحث عن قوت يومه، يحاولون الحصول أو الانضمام للأقوى، لمن ترجح كفته في تلك المناطق. يعني يجد بأنه رواتبه لم تنقطع عليه، يحصل على مستحقاته المالية، يستطيع مغادرة التنظيم والعودة إليه ورؤية أهله، خصوصا وأن تلك التنظيمات مثل تنظيم القاعدة في عدة مناطق يعني امتنع عن دفع المستحقات المالية لمقاتليه، بات المقاتلين غير قادرين على يعني سد احتياجات عائلاتهم. وظهر ذلك كثير في خطابات بعض القيادات والعناصر الفقهية لدى تنظيم القاعدة وأيضا لدى تنظيم داعش. أنا أشكرك أستاذ محمد القلاب الصحفي والمحلل السياسي، كنت معنا عبر زوم من دبي. توجت الأجهزة الأمنية جهود مكافحة الإرهاب وخلايا ميليشيات الحوثي في شهر يوليو المنصرم بتحقيق إنجازات نوعية في 5 محافظات جنوب وشرق وغرب البلاد، وذلك من خلال التصدي لعدة خلايا تابعة لميليشيات الحوثي وتنظيم القاعدة الإرهابي في الساحل الغربي وحضرموت وشبوة وأبين ومأرب. في جهودها لمكافحة الإرهاب في المناطق الجنوبية المحررة، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحقيق إنجازات نوعية خلال شهر يوليو المنصرم ضمن عمليات تستهدف كبح جماح الخلايا الإرهابية والتصدي لها في مناطق الساحل الغربي ومحافظات حضرموت وشبوة وأبين ومأرب. العمليات طالت وبحسب مصادر أمنية قطاع طرق وعناصر تجسسية ومتطرفة إرهابية وخلايا تهريب سلاح ومخدرات، وجميعها تتبع تنظيم القاعدة وميليشيات الحوثي الإرهابيين. القوات المشتركة وقبل أيام قليلة تمكنت من ضبط عنصر مخابرات تابع لميليشيات الحوثي في بلدات الساحل الغربي، وكان عضوا سابقا في تنظيم القاعدة الإرهابي، وسبقها بأيام الإطاحة بخلية إرهابية تتكون من 6 عناصر عملت في السابق ضمن خلايا القاعدة الإرهابية. وفي ذات السياق ضبطت أجهزة الأمن بحضرموت عددا من المطلوبين أمنيا وأربعة عناصر تنشط في تهريب الأسلحة وقطع أثرية تقدر قيمتها بعشرات ملايين الريالات في مدينة سيئون، وهي إنجازات تحققت ضمن خطة أمنية مدروسة تهدف لمحاصرة المهربين المرتبطين بميليشيات الحوثي وخلايا التنظيمات الإرهابية. وفي محافظة شبوة تمت الإطاحة بخلية تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابية وبحوزتها أسلحة متنوعة
وأجهزة اتصالات ووثائق عن العناصر وأنشطة التنظيم الإرهابي. وفي الغضون أطاحت الأجهزة الأمنية في مأرب وأبين بخلية من عناصر ميليشيات الحوثي وتنظيم القاعدة الإرهابية تنشط في إثارة حرب التقطعات وقتل المسافرين في الطرقات، وبحوزتها سلاح خفيف وعبوات ناسفة ومبالغ مالية. كما ضبطت شرطة أبين وبعد مواجهات عنيفة عددا من عناصر مرتبطة بالقاعدة وميليشيات الحوثي، وذلك بعيد سلبهم لمسافرين عائدين من مناسك الحج في بلدة معوان بمديرية المحفد. وتعتبر هذه النجاحات القياسية ضمن ثمار خطة أمنية جديدة لمجلس القيادة الرئاسي للارتقاء بمستوى الأمن والاستقرار في المحافظات الجنوبية من خلال توحيد الأجهزة الأمنية بهدف التصدي لخلايا القاعدة وميليشيات الحوثي الإرهابيين في المناطق المحررة. أدانت منظمة مراسلون بلا حدود المعاملة القاسية التي يتعرض لها الصحفيون المختطفون في سجون ميليشيات الحوثي الإرهابية في صنعاء منذ 7 سنوات في ظروف وصفتها المنظمة بالغير إنسانية وتعرض حياتهم للخطر. في سياق ما يتعرض له المختطفون في سجون الميليشيات الحوثية الإجرامية في صنعاء من معاملات وحشية وسوء ظروف الاحتجاز، أدانت منظمة مراسلون بلا حدود المعاملة القاسية التي يتعرض لها الصحفيون المختطفون في سجون الميليشيات الحوثية الإرهابية منذ 7 سنوات. وقالت المنظمة في بيان مكتظب على تويتر إنه ما زال 4 صحفيون يمنيون بانتظار تنفيذ حكم الإعدام الصادر في حقهم عام 2020، وهم الذين يقبعون منذ 2015 في سجون الميليشيات الحوثية الذين يحتجزونهم في صنعاء في ظروف غير إنسانية تعرض حياتهم للخطر، مطالبة بسرعة الإفراج عنهم من أجل السماح لهم بتلقي العلاج الطبي. في الأثناء دعت منظمة العفو الدولية في نهاية الأسبوع الماضي ميليشيات الحوثي لإلغاء حكم الإعدام الصادر بحق الصحفيين 4 فورا وإطلاق سراحهم من دون مماطلة، وعلى رأسهم الصحفي توفيق المنصوري نظرا لتدهور حالته الصحية بسبب التعذيب الجسدي والنفسي الذي يتعرض له في السجن. يشار إلى أن الميليشيات الحوثية أصدرت في أبريل 2020 حكماً بالإعدام على 4 صحفيين، وهم توفيق المنصوري وأكرم الوليد وعبد الخالق عمران وحارث حميد بمزاعم التعاون مع التحالف العربي، بعد إخضاعهم لأنواع مختلفة من التعذيب الجسدي والنفسي ومحاكمة تفتقر لأدنى شروط العدالة. وكانت منظمات المجتمع المدني في اليمن عبرت قبل أيام عن استنكارها واستهجانها الشديدين لهذه الممارسات البشعة واستمرار اعتقال الصحفيين والتعامل القمعي ضدهم، وحملت المنظمات ميليشيات الحوثي المسؤولية عن هذه الممارسات التعسفية وما قد يترتب عنها من مخاطر لحياتهم. تحل علينا الذكرى 3 لاستشهاد العميد منير أبو اليمامة قائد ألوية الإسناد والدعم التي اغتالته أيادي الغدر والخيانة أثناء عرض عسكري في معسكر الجلاء بالعاصمة عدن. حلت علينا ذكرى استشهاد البطل الجنوبي الشهيد الحي في قلوبنا منير اليافعي أبو اليمامة وكوكبة من رفاقه في عمل إرهابي جبان استهدف عرضا عسكريا في معسكر الجلاء. وشارك العميد اليافعي في عدد من المعارك الكبرى ابتداء من معركة صيف عام 1994، وشكلت معركة دحر ميليشيات الحوثي الانقلابية في عدن منتصف عام 2015 تحولا مفصليا في حياة العميد اليافعي، حيث قاد بعدها ألوية الدعم والإسناد المدعومة من التحالف العربي. ولم يتوقف دور ألوية الدعم والإسناد على فرض الاستقرار في العاصمة عدن، حيث تقدم الراحل اليافعي صفوف المعركة ضد تنظيم القاعدة الإرهابية في محافظة أبين وتحديدا في جبال المحفد. وفي داخل محافظة عدن نجحت ألوية الدعم والإسناد في إحباط العشرات من العمليات الإرهابية ومداهمة أوكارها في العاصمة عدن، وهو ما جعل قائدها اليافعي هدفا مشتركا للإرهابيين من ميليشيات الحوثي وتنظيم القاعدة الإرهابي. وبحسب مصادر مقربة منه فقد كان الراحل منير اليافعي يصرح بشكل مستمر بأنه مشروع شهيد، وأن من يخوض معركة مصيرية لا يمكن أن يخشى الموت.
هذا وأحيا ناشطون الذكرى الثالثة لاستشهاد قائد اللواء الأول دعم وإسناد العميد منير اليافعي أبو اليمامة، مؤكدين بأن الشهيد أبو اليمامة كان مناضلا جسورا ووطنيا غيور، وعاصر وعاش أصعب الأحداث التي تعرض لها، ناذرا حياته للدفاع عن الوطن، مقدما التضحيات الجسام. النشرة متواصلة وفيها بعض الفاصل. الصحة العالمية تنظم ورشة تدريبية للإعلاميين حول عودة تفشي فيروس كورونا في عدن. اطلع وزير الدولة محافظ العاصمة عدن أحمد حامد لملس على سير العمل في مستشفى الجمهورية التعليمي وتجهيزات مستشفى عدن، وسارد مدير مستشفى الجمهورية الدكتور محمد السقاف سير العمل والخدمات المقدمة، إضافة إلى الصعوبات والاحتياجات لتطوير آليات العمل لتقديم خدمة أفضل للمستشفى. وفي سياق متصل زار لملس مستشفى عدن حيث اطلع على التجهيزات والجاهزية التي وصل إليها المستشفى. نفذت منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع وزارة الصحة العامة والسكان بالعاصمة عدن، نفذت الورشة التدريبية للإعلاميين حول كيفية نشر الوعي بمخاطر فيروس كورونا. برعاية وزير الصحة العامة والسكان الأستاذ الدكتور قاسم بحيبح، أقامت منظمة الصحة العالمية بشراكة مع المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني وبتمويل من البنك الدولي، ورشة تدريبية خاصة للإعلاميين والمؤثرين الخاصة بزيادة الوعي المجتمعي بمخاطر عودة تفشي مرض كوفيد 19 ومأمونية اللقاح. نحن اليوم بحكم ثورة الاتصالات العالمية أصبحنا كما يقال قرية صغيرة، وبالتالي فإن العمل الإعلامي التوعوي الصحي إذا ما اتبع الوسائل والطرق العلمية الصحيحة قادر على أن يصل إلى كل أفراد المجتمع. اليوم دوركم أنتم أساسي وفعال حوالين أنه الناس يفهموا حقيقة الأمر، أنه في كثير من القضايا كوفيد هو مرض مش إجا وحيروح وانتهى، لا هو مرض أو فيروس إجا ليبقى، كيف منتعاطى نحن وياه هيدي بتصير هي المسألة. حالياً الحالات كل منا عم تتصاعد بالأرقام، وبالتالي اليوم عنا فرصة نحن أنه لحتى نوصل الرسالة للشعب اليمني للمجتمعات المحلية حتى نعمل نحن وياهم بالشراكة. ورشة العمل استهدفت عددا من الصحفيين والإعلاميين من مختلف القنوات الفضائية والإذاعات والصحافة ومؤثري التواصل الاجتماعي، حيث تناولت الورشة محاور هامة أهمها كيفية التوعية عبر وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي وكيفية التثقيف الصحي وأهميته في تغيير سلوك المجتمع في هذه المرحلة الهامة. تستمر هذه الدورة على مدى 3 أيام، يكتسبون خلالها عدد من المعارف حول خطورة هذا المرض، خصوصا وأنه عاور بالظهور في الأسابيع الأخيرة، أيضا حول أهمية اللقاح حتى لا تتكرر الجائحات التي حدثت في السنوات الماضية أو على مدى 2 سنين. طبعا قلة الوعي لدى المجتمع السبب الرئيسي من أسباب تدني الوعي الصحي، السبب الرئيسي من أسباب انتشار هذا المرض في البداية وحصول عدد كبير من الوفيات. طبعا شيء جميل أنه يتم استدعاء الإعلاميين علشان تكثيف التوعية الإعلامية للمواطنين، خاصة أنه في الفترة الأخيرة كانت هناك شائعات حول اللقاحات وما اللقاحات وخطورة اللقاحات، فهذه فرصة جميلة جدا أنها قامت بها وزارة الصحة بعمل ورشة تدريبية لكل الإعلاميين في مختلف المجالات لعمل تكثيف عمل توعية عامة لكل المواطنين بأهمية اتخاذ الإجراءات الوقائية وأيضا أخذ اللقاحات المتوفرة في كل مراكز الصحة بالمجان لكل المواطنين. عودة انتشار فيروس كورونا مجددا ينذر بكارثة كبيرة بالبلاد، فتشكيل نواة بأهمية الوعي المجتمعي سيسهم في توحيد المفردات بالمعلومات الهامة للحد من مخاطر الفيروس المتحور الخطير.
يسعى المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بالعاصمة عدن خلال تدريب الإعلاميين في هذه الورشة إلى إيصال رسالة هادفة للجميع بنشر الوعي المجتمعي من مخاطر فيروس كورونا وللحد من عودة انتشاره من جديد. صفاء السويدي لقناة الغد المشرق عدن. نفذ مركز الملك سلمان في المكلا دورة تدريبية في الإنقاذ البحري لمنتسبي قوات خفر السواحل والدفاع الساحلي بحضرموت، وهدفت الدورة لتأهيل قوة من المنقذين على الشواطئ للحد من حوادث الغرق لمرتادي السواحل خلال مواسم الإجازات والأعياد. دورة تدريبية نوعية في الإنقاذ البحري لمنتسبي قوات خفر السواحل والدفاع الساحلي بحضرموت. الدورة نفذها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لتأهيل المنقذين على الشواطئ للحد من حوادث القرق خلال مواسم الإجازات والأعياد. تم الانتهاء من عدة دورات، منها دورات منقذين، دورات غوص، دورات غواص متقدم، دورات غواص منقذ، شملت تدريب عدة مهارات منها تحت الماء ومنها فوق الماء. استفاد منها عدد 16 عسكري من خفر السواحل اليمني. الحمد لله تم الانتهاء من الدورة. المتدربون نفذوا تطبيقات عملية على مبادئ القوس والبحث والطرق المثلى للانتشال البحري ضمن المشروع النوعي الإنقاذ البحري. الآن بات المتدربون على أهبة الاستعداد لمواجهة الكوارث البحرية وتنفيذ عمليات الإنقاذ. كانوا الحقيقة يعني أفضل مما توقعنا بكثير. هذا ساعدنا بأنه احنا نطور من تقنيات الإنقاذ عندهم، وساعدنا أنه احنا نؤهلهم بشكل قوي وسليم في نفس الوقت. دور الغواصين إن شاء الله بعد هذه الدورة هيكون المساعدة في الحد من حالات الغرق. كنا في البداية نغوص بشكل عشوائي، لكن الحمد لله هذه الأيام استفدنا من هذه الدورة بالغوص المنظم، واستفدنا أشياء كثيرة في إنقاذ أي حالة غريق وانتشاله من وسط البحر إن كان أو خارج سطح البحر. الدورة هذه جاء ضمن سلسلة من الدورات التدريبية التي نفذها المركز بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر السعودي. اشتملت الدورة على تطبيقات عملية في تقنيات الإنقاذ وطرق استخدام معدات القوس والسلامة والإسعافات الأولية. نفذها مختصون متطوعون من مركز الملك سلمان. عيدروس الخليفي لقناة الغد المشرق. أظهرت دراسة لجمعية السرطان الأمريكية أن نشاط الإقلاع عن التدخين انخفض بين البالغين في الولايات المتحدة فور بدء جائحة كوفيد-19، واستمر تراجع محاولات الإقلاع لأكثر من عام. وبحسب الدراسة كان الانخفاض في محاولة الإقلاع عن التدخين أكبر بين الذين عانوا من نتائج سلبية أكثر خلال الجائحة. وأكدت الدراسة على أهمية قيام الأطباء وأنظمة الرعاية الصحية بدعم الأشخاص الذين يدخنون باستراتيجيات الإقلاع القائمة على الأدلة. طورت شركة إكس راي نظارات ذكية لأصحاب الهمم من الصم أو الذين يعانون من ضعف حاد في السمع، والتي تستخدم الواقع المعزز لتحويل الصوت إلى تسميات أو عبارات توضيحية يتم عرضها على الفور أمام أعين مرتديها. وأضافت الشركة أن النظارات الذكية تقوم بتحويل الصوت إلى نسخة مترجمة من المحادثة والتي تظهر بعد ذلك على شاشة النظارات، كما يمكنها التعرف على الصوت وتحديد من يتحدث، وستتمكن قريبا من ترجمة اللغات ونغمات الصوت واللهجات وطبقة الصوت. دخلت فتاة هندية تبلغ من العمر 7 سنوات موسوعة جينيس للأرقام القياسية بعدما تمكنت من التزلج تحت 20 سيارة كانت مصفوفة على امتداد مسافة 58 مترا خلال أقل من 14 ثانية. وكشف والد الفتاة أنها حرصت على ممارسة التزلج لعامين واستعدت لتحقيق هذا الإنجاز خلال 6 أشهر. Yeah!
نهاية النشرة، وهذا تذكير بأبرز العناوين. الرئيس الأمريكي جو بايدن يعلن عن مقتل زعيم تنظيم القاعدة الإرهابية أيمن الظواهري بغارة جوية. المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن تدعو الأطراف لتمديد الهدنة 6 أشهر إضافية. ومنظمة مراسلون بلا حدود تطالب بالإفراج الفوري عن الصحفيين المختطفين في سجون الميليشيات الحوثية. لمتابعتنا عبر البث المباشر زوروا موقع القناة الغدوائي والمزيد من الأخبار تابع منصتنا الظاهرة أسفل الشاشة. إلى اللقاء.